السلام عليكم. اليوم سوف نرى كيف يمكننا حماية مفتاح بي الشخصي ديالنا. دونك غادي نبحث على بيت لوكر، فوالا جيري، ونقر هنا على جيري بيت لوكر. من بعد ما نقر نكوني جا دخلت لاكي يوس بي تاعي ديالي الشخصي ديالي. دونك غادي نقر على اكتيفي بيت لوكر، المفتاح يو اس بي اللي بغيت ندير ليه الحمايه بكلمه المرور او يسمى الباسورد. نقر على اكتيفي بيت لوكر، ديماراج دو بيت لوكر، باسيونتي كونتر دو بيت لوكر، انيسياليز لو فيو. دونك الانتظار حتى يتم. وهنا غادي نقر على يوتيليزي ان مود باس بور ديفوي لو فيو، يعني غادي نستعمل كلمة مرور باش يمكن نفتح يفتح يو اس بي عندما اقوم بادخال الحاسوب ديالي. دونك اونتري فوتر مود باس، دونك اكتب الرقم السري مثلا ندير اكوشام 2020، اكوشام 2020، نعم سويفون يعني التالي. دونك هنا تيقول لك يعني في حالة نسيان ولا بغيتي تخزن مفتاح الاسترجاع مسمى كلي دو ريكوبيراسيون. دونك كاين ثلاثة ديال الطرق، كاين سوا تونجيستخي تسجلو في الحساب مايكروسوفت ديالك او في دون ان فيشي، او بيان تامبريمي لا كلي دو ريكوبيراسيون. دونك انا غادي نختار اونجيستخي دون ان فيشي، يعني غنسجلو في واحد الفيشي غادي نسميه كلي يو اس بي، وشوف فين بغيتي تسجلو. الى مكان دونك انا نسجلو في البيرو اونجيستري، ونعمل سويفون. دونك نعمل الاحسن تختار اللي بغيتي، ولكن انا غادي نعمل شي فري تو للكتور ريكوموندي بوغ لي بي سي اي للكتور سيرفيس. دونك تالي دونك نعمل مود كومباتيبل سويفون، ديماري لو شيف كومون. دونك نتسنى وننتظرو حتى ينتهي الشيف كومون. البيت لوكر اكتيفي على المفتاح ديال يو اس بي. دونك غادي يمشي، غادي يبقى هنا بأنه هناك كلمة مرور على المفتاح يو اس بي الخاص الشخصي ديالي. دونك الا بغيت نحلو ولا بغيت نفتحو غادي يطلب مني باسورد. دونك غادي نكتب الباسورد اللي كتبت قبيله اللي استعملت، هشام 2020، وغادي نقر على ديفوي. دونك الى قمت بادخال كلمه المرور الصحيحه سوف يتم فتح المفتاح يو اس بي، اما اذا ادخلت كلمه مرور خاطئه فلن يتم فتحه. وهذا هو التطبيق ديال اليوم.